السؤال يا أخي إن المخالفين نعم بدل ما يطلعوا حديث عن عائشة في الرضاعة طلعوا رواية أخرى عن يعني عن صحابة آخرين وطلعوا إن أم سلمة كمان كانت كأنها عارفة حديث امرأة أبو حذيفة يعني عاوزين نرد عليهم. يعني أم سلمة تقول أيضا بحلية الرضاعة الكبير هذا قصدكم؟ هم أخرجوا حديث غير عن عائشة يعني الأحاديث كلها فعلا عن عائشة هم أخرجوا حديث عن صحابة. نعم 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 وضحت الصورة نعم. وأخرجوا كمان إن هو إن في كمان صحابة قالوا إنها إن كان في رضاعة اللي هي امرأة أبو حذيفة نعم. كان يعني رضاعة مش مباشرة في قدر مثلا أو حاجة. وبالنسبة للبس المغرب أنا يعني بسأل كان أول حجة للرسول إن هما والله أعلم في صحابة رضاوا يعني عائشة لعنها الله كانت لابسة مورد فقط معرفة أنها لبست مورد فأنا بقول إنها كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها أول حجة والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشنا ذلك مفصلا في كتاب الفاحشة وتحديدا في الفصل السادس وأثبتنا أن كل ما يروى من روايات في شأن رضاع الكبير إنما ينتهي إلى عائشة فحتى الأحاديث الأخرى التي تعزى إلى سواها كالأحاديث التي تذكر عن أم سلمة مثلا أو عن أبي اليسر الأنصاري مثلا هذه إن تأملنا في متونها وجدناها راجعة أيضا إلى عائشة فننصح الأخت الكريمة وكذلك سائر الإخوة أن يرجعوا إلى ذلك الكتاب فإنه عدد الروايات التي ذكر فيها أمر رضاع الكبير وتتبع طرقها وأثبت أن هذه الفرية ما جاءت بها إلا عائشة. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني بخصوص ارتداء عائشة الموردة من الثياب حال الحج فهذا لم يكن في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإنما كان بعد ذلك فإن عائشة حجت أكثر من مرة بعد استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والروايات التي ذكرت ارتداءها ثوبا موردا أو معصفرا أو نحو ذلك هذه الروايات جاءت في العهد الذي تكثرت فيه الروايات عن عائشة. عائشة في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يكن يروى عنها شيء كانت صامتة. النبي صلى الله عليه وآله أمرها بالصمت ولم يكن يسمح للرجال بأن يتعاطوا معها حتى يروا عنها شيئا. معلوم هذا ضرورة أن كل هذه الروايات التي تروى عن عائشة بهذا التكثر إنما كانت بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله حين كانت عائشة تتخالط مع الرجال فلا محالة حين يقولون إنا رأيناها في الحج وحدثتنا وكذا وإلى آخره هذا يكون في العهد الذي فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله.